خلال مراي النادي الاهلي قبل مواجهه فلومينينسي بنصف نهائي كاس العالم، الكابتن محمود الخطيب زي ما قلت لكم عمل جلسه مع محمد الشناوي واتكلم فيها في امور كثيره جدا، وقالوا كلام عظيم جدا، وزي ما قلت لكم كانت الجلسه فيها كلام معظمه عن المباراة، معظمه وتفاصيله عن المباراة وازاي يحفز اللاعبين. تعالوا نشوف المؤتمر الصحفي للنادي الاهلي قبل مواجهة فلومينينسي في كأس العالم للأندية ونرجع نكمل كلامنا. في المرة الأولى عندما احتل الأهلي المركز الثالث لم يكن الأمر معي، لذلك بالطبع من الصعب بعض الشيء أن نقول متى سيكون الأمر أفضل هذه المرة. نحن مستعدون جيدا، يمكننا تقديم أداء ممتاز، لكن مرة أخرى فلومينينسي فريق نجح في تحقيق الكثير من النجاح في الماضي، وبالطبع سيفعلون كل شيء أيضا حتى لا يعودوا إلى ديارهم خالي الوفاض، وحتى الآن ستكون مباراة متقاربة أنا متأكد. أعتقد أننا سنحظى بفرصنا أيضا، لأن المرة الأخيرة ضد الاتحاد لعبنا بشكل جيد للغاية ولعبنا جيدا معا، وأعتقد أنه كان فوزا مستحقا، لذلك أعتقد أنها ستكون مباراة مفتوحة، ولكن بالتأكيد لدينا فرصتنا أيضا للصعود إلى الدور النهائي. نحن مش أول مرة نلعب فرقة من البرازيل، دي إن شاء الله بكرة تبقى رابع مرة هنلعب فرقة من البرازيل. إحنا عارفين كويس جدا إن الفرقة البرازيلية بتلعب كرة جماعية وبتلعب كرة جميلة، طبعا بتلعب كرة بتبني كرة من على الأرض، بس احنا بالنسبة لنا بنفكر بكرة إن شاء الله اللي احنا نكسب، مش عايزين نوصل لضربة الجزاء، بس طبعا احنا حاطين كل السيناريوهات قدامنا، الماتش 90 دقيقة وبعد كده لو في شوطين إضافيين وبعد كده نوصل لضربة الجزاء، احنا في الأول وفي الآخر نركز على المباراة، وبعد كده يعني السيناريو الماتش هو يعني هو ماشي لوحده، احنا اهم حاجه ان شاء الله نخلص في 90 دقيقه وبعد كده نشوف ايه اللي هيحصل. يعني كلام محترم من محمد الشناوي. الاهلي لاعب فرق برازيليه وتفوق الاهلي قدام الفرق البرازيليه، ما كانش فيه اي مشكله.